السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمي. يلا بينا نبدأ مع بعض. النهارده ان شاء الله اعزائي الطلاب هنبدا في ليسون نمبر 2، وهنبدا نشوف الاكتيفيتي نمبر 5، وهو بيتكلم عن برضو اهم الكائنات الحيه والتكيفات بتاعتها والحواس بتاعتها وايه الحواس الخارقه اللي عندها. هنبدا نشوف مع بعض كده سنسز ات ورك. اكتيفيتي نمبر 5 اسمه سوبر سنسوري اورجانس او اعضاء الاحساس الخارقه. بيقول لك مثلا لوك ات ذا فولوينج بيكتشرز، يعني انظر للصور اللي قدامك ديت. Then answer the opposite questions، وجاوب على الأسئلة اللي قدامك. أول صورة جايب لك صورة أوضة مظلمة ما فيهاش غير لمبة صغيرة كده، وبيقول لك can a human see everything تمام clearly، يعني بشكل واضح inside a dark room، يعني هل لو أنت عندك أوضة مظلمة هل أنت ممكن تكون شايف بسيط كده، بس هل أنت تقدر تشوف الحاجات اللي قدامك دي very clearly أو بشكل واضح جدا بعينك البشرية العادية دي؟ yes ولا no؟ ركز. هو قال لك كليرلي، ما قالكش بس انت مجرد تشوف، اكيد لا طبعا، محدش فينا بيقدر يشوف في الضلمه يعني. طيب الصوره الثانيه برضو بيقول لك كان ان اول اللي هي البومه سي اتس براي، يعني تشوف الفريسه بتاعتها ان ذا دارك في الضلمه برضو ديورنج نايت تايم، يعني خلال فتره الليل او على نور القمر الخفيف ده بس، هل يا ترى هي تقدر؟ اعتقد ايوه، لانها من الحيوانات الليليه وعينها قلنا عندها حواس خارقه. هنشوف دلوقتي في بعض الناس هتقول لك نقول ان هو لسه ما عرفش، برضو عادي جدا، هو لما هيشوف النشاط ده ولما هيعرفه هيبدا يجاوب على الاسئله الاجابه الصحيحه. مبدئيا كده بيقول لك have you ever had a trouble seeing at night، يعني هل انت يعني جالك فتره قبل كده مثلا زي الراجل اللي ماشي في الغابه قدامنا ده، لقيت مثلا مشكلة إن أنت تحاول تشوف حاجة بالليل لو معكش كشاف أو نور موبايل أو حاجة، أو طلع السلم وفجأة النور قطع، هل أنت تعرضت لموقف زي ده؟ يقول لك أهو you can hear the noise of something small moving through the darkness but you cannot see it clearly too، يعني أنت ممكن تسمع صوت حاجة بتتحرك في مكان معين في الغابة زي ما شفنا من شوية، لكن أنت مش هتقدر أبدا إنك تحدد مكان الحاجة دي بمنتهى الدقة. خلاص، وده حاجة واضحة جدا قدامنا أهو، يعني ده معناه فعلا إن أنت ممكن تحاول ان انت تشوف الحاجة او تحاول تحدد مكانها من بعيد، لكن عمرك ما هتجيبها بالظبط يعني مكانها فين. في بعض بقى الحيوانات زي ما انت شايف كده بيقول لك some animals can look for their food، ممكن تدور على اكلها at night في الليل بس using their super senses، وربنا مديلهم حواس خارقة وقوية جدا للموضوع ده. خلاص these animals that become active at night، والحيوانات دي اللي هي بتمارس حياتها وصيدها بالليل تمام are known as nocturnal animals، او الحيوانات التي تنشط ليلا او الحيوانات الناشطه في الليل. في بعض مجموعه من الحيوانات كده او النوكتورنال انيمالز دول حيوانات ما بتنشطش غير بالليل، بمعنى اخر ان انت بالنهار بتنام وبتصحى بالليل، لو ما عملتش كده تموت تتاكل تمام. طب ايه السبب؟ من طبيعي ان الناس كلها بالنهار زي الافيال والكائنات اللي انت شايفها قدامك دي، بالعكس انها بتصحى المفروض الكائنات كلها كده. قال لك لا، ساعات يعني بتواجه بعض المشاكل. بقول لك why some animals become active at night، اشمعنى يعني؟ قال لك اول حاجه اهو in extremely hot regions، في مناطق حاره جدا. خلاص the perfect time for look for food is during the night time، يعني افضل وقت تشوف فيه الاكل فين هو وقت الليل، لان بالنهار في حر جسم هيفقد ميه وهيفقد وهيبقى معرض للخطر لو في كائنات شافتني وكلتني وكده، زي ما هنشوف في اخر الفيديو. يعني انا هوريك منظر ازاي فهد قدر يطلع ويصطاد بومه وياكلها بالنهار، انها نايمه بالنهار خايفه ومستخبيه، وبالرغم من كده في كائنات اصطادتها برضه. طب ما بالك هي اصلا لو كانت بتطلع كمان بالنهار بقى والكائنات شافتها. فخلي بالك ان الكائنات دي برضه افضل لها انها تتنها مستخبيه بالنهار وتنشط في الليل، وخاصه بسبب الحر زي ما انت شايف كده. When the weather become cool enough، يعني بالليل بقى الجو جميل، الجو زي ما تقول ايه بارد، فبيقدروا يطلعوا. خلاص، طب ايه السبب التاني؟
like some animals hunt at night because their preys are available at night only. يعني بعض الكائنات بيصطاد نوع من انواع الحشرات، نوع من انواع الفئران، نوع من انواع الارانب اللي هي اصلا مش هتطلع غير بالليل. يبقى انا بطلع بالنهار ليه؟ انا حتى لو طلعت بالنهار الكائنات دي مش هتطلع. يبقى انا دلوقتي انام بالنهار واطلع بالليل، لان هم بيطلعوا بالليل. فخلي بالك ده السبب التاني زي ما انت شايف كده، كتير جدا من الكائنات الحية اللي قدامنا دي والخفافيش وغيره وغيره، الكائنات اللي بتنشط بالليل الفرائس بتاعتها كمان مش بتنشط غير في الوقت ده او غير بالليل. خلاص، وزي البومة برضو زي ما هنشوف على ضوء القمر كده تلاقيهم بدأوا يطلعوا. السبب التالت والأخير لو قال لك في الاختبار يعني ليه في حاجة اسمها nocturnal animals، هتقول له السبب التالت some animals depend on total darkness to hide from their prey and سربرايز ذم. يعني ممكن تستخبى من الفرائس بتاعتها وهي كمان تستخبى وتدافع عن نفسها من المفترسات البريدتورز اللي بياكلوها. يبقى خلي بالك انها يا اما تستخبى من الفرائس وتعرف تهاجمهم، يا اما هي تستخبى من المفترسات اللي بيهاجموها. طيب سؤال بقى، زي ما انت شايف الحواس الخارقه والعيون القويه دي، بيقول لك بقى هاو كان نكتورنال انيمالز هانت ات تايم او ات نايت تايم وذاوت ذا نيد اوف لايت، بدون وجود او احتياج للضوء. اكيد ربنا مديلها في عينيها زي ما انت شايف كده حواس خارقه بقى، ان حتى ضوء القمر الضعيف ده انا اقدر اشوف فيه. فمثلا بعض الاسماك اللي بتعيش في المناطق العميقه ممكن يكون هو شايف كده، لكن انت لو نزلت جنبه انت هتشوف كده. يعني شايف المنظر، بص تلاقي انت ما انتش شايف حاجه، لكن هو شايف على الاقل، قادر يعرف ايه الكائن اللي قدامه واقدر يعني اصطاده ولا لا. خلاص كده، يبقى ربنا مداها السوبر سينسز، حواس خارقه. شايف انت ممكن تبقى ماشي في الغابه الدنيا مظلمه عليك ازاي، لكن هو ماشي جنبك شايف بمنتهى الوضوح زي ما انت شايف كده. خلاص، يبقى لازم نقول ايه بقى، لازم تعرف الاجابه بقى كمان، ان في عندها سوبر سينسز، خلاص، ادابتيشنز يعني تكيفات خارقه، خلاص، اوف نكتورنال انيمالز الاو ذيم تو اي نافيجيت، انها تعيش وتسبح وتطير وتتكيف او متكيفه بحواسها انها تعيش في المكان ده. اند سيرش فور فود، وتدور على الاكل كمان زي ما انت شايف كده سيفلي بشكل امن ان ذا دارك في الليل. هي ماشيه والناس مش شايفاها، ايه الاحساس اللي يعني كان واحد كده لابس نظاره الرؤيه الليليه دي وماشي مفيش حد شايفه، هو بس اللي شايف الناس، طبعا هيبقى متفوق عليهم كلهم. خلاص كده، as shown in the following examples، وهناخد عليهم بقى امثله، لكن لازم تعرف ان المميزات اللي عندهم دي فعلا بتخليهم قادرين يشوفوا بالوضوح ده، وانت حضرتك ما انتش شايف حاجه، نور القمر البسيط ده مكفيهم انهم يشوفوا لكن انت ما انتش شايف. اول مثال عندنا الافاعي سنيكس، عندها سوبر سنسوري ادابتيشنز، تكيفات ايه بقى؟ انها تشوف الاشعه تحت الحمراء، الحاجات السخنه، عشان كده لو طلعت بالنهار اشعه الشمس مسخنه الارض زي ما انت شايف، فهتشوف الارض صفرة، لكن لو طلعت بالليل مش هتشوف غير الحاجه اللي هي عايزه تشوفها بس، زي الفرده كده باللون الاحمر. يبقى هي دلوقتي لو بالنهار برضه في نور اصفر كده مضايقها تحتيه، لكن هتشوفه برضه بالاشعه تحت الحمراء. بالليل بقى النور الاصفر اللي مضايقها ده مش موجود، فهي هتشوفه بمنتهى الوضوح لانها بتقدر تشوف بالاشعه تحت الحمراء. يبقى عندها حواس خارقه اهو بقى، حتى الافاعي. ايوه، يبقى الافاعي او السنيكس بتنشط في الليل ليه؟ قال لك اهو سنيكس cannot see at night، هي اصلا مش بتشوف في الضلمه معروف يعني، but they have the ability to sense heat، بتحس بالحراره. خلاص كده، using a special body parts، اجزاء معينه كده من الخلايا الحسيه on their face، على وجهها، على لسانها، جوه عينيها، انها تبدا تحس بالحراره بتاعت الكائنات كانها لابسه نظاره رؤيه بالاشعه تحت الحمراء. فزي ما انت شايف كده اللون الاصفر ده واللون الاحمر ده، الفار ده احنا شايفينه كده، هي شايفاه كده، هي بتشوف بالأشعة تحت الحمراء، النظر بتاعها بيشوف كده. خلاص يا شباب، يبقى دي أول نوع لازم تعرف إنها عندها أعضاء إحساس بالحرارة. طب المثال الثاني البات أو الخفاش، إيه هو السوبر سنسوري أدابتيشن، التكيف الإحساس بتاعه؟ تعال نشوف الخفافيش زي ما أنت شايف كده، بتقدر إنها تعمل زي الدولفين اللي خدناه الفيديو اللي فات، اللي هو إيه بقى؟ إنها تبدأ إنها تشوف بالرادار أو باللي هي الإيه؟ بتطلع موجات صوت وتستخدم الصدى، وانها الصدى المنعكس ده يحدد مكان الحاجات اللي حواليها. يبقى باتس كان نوت سي فيري ويل ات او ان ذا دارك، زي الافعى مش بتشوف في الضلمه ولا حاجه، لكن باستخدام موجات الصوت والايكولوكيشن فاكرينه زي الدولفين ما بيعمل. يعني هم دلوقتي ممكن يكونوا مش شايفين حاجه فعلا في الضلمه، لكن ما بيخبطوش لا في جدار الكهف اللي هم عايشين فيه ولا بيتلخبطوا هم بيدوروا على الاكل. ليه؟ لان عندهم الايكولوكيشن او تحديد الصوت تحديد مكان الاجسام بالايه؟ بالموجات الصوتيه او الساوند ويفز، زي ما خدنا الفيديو اللي فات، يراجع الفيديو اللي فات وانت تشوف. خلاص، يبقى زي ما انت شايف كده عندهم الايكولوكيشن او تحديد الايه؟
الموقع بالصدى، وعشان كده بينشطوا برضو في الليل ما حدش يشوفهم، لكن هم يقدروا يشوفوا الكائنات التانية ويحسوا بيها. خلاص يا شباب، فزي ما انت شايف عندنا خفاش متعلق اهو، عمال يطلع موجات صوت كده غريبة ويعمل تنعكس وتيجي على ودانه، ودانه تشتغل ويبدأ يحدد المكان اللي حواليه ويشوفه، ويبدأ بقى بعد كده يفرد جناحاته ويطير ويصطاد الحاجة اللي هو عايز ايه يصطادها. يعني هو دلوقتي عمال يبعت معلومات ويعمل سكان للمكان اللي حواليه ومعلق نفسه كده، ويبدأ الموجات الصوت دي تفهمه ويشوف هل في حاجة طايرة اجري وراها اصطادها. فبيقول لك اهو، البروبابيلتي لايك دولفينز يوزنج ساوند ويفز تو فايند ذير فود. خلاص كده، يبقى اسمها ايه بقى؟ اسمها ايكولوكيشن بروبابيلتي. تمام، ان ذا دارك يوزنج هيرنج سنسز، او باستخدام حاسه السمع الخارقه. خلاص كده، يبقى زي، يبقى عندها القدره، عندها الابيليتي تو يوز ايكولوكيشن. ايه بقى الايكولوكيشن باختصار؟ انها تطلع موجه صوت من الحنجره كده، صوت عادي كده زي صوت الخفاش، موجات الصوت دي تخبط في حشرات، تخبط في اي حاجه، ترتد تاني انا اسمعها، يوم هو يبدأ يعرف ان في حاجة هنا، يطلع موجة تانية يعرف ان في جدار، يبعد عنه وهو بيطير بمنتهى السرعة. يبقى خلي بالك، هو بيعمل الحكاية دي طول ما هو طاير وطول ما هو بيتحرك، وبيقدر يحدد مكانه بمنتهى الدقة. خلاص، ايه الهدف بقى من الايكولوكيشن ده؟ البربس او الهدف، قال لك تو لوكيت زير بريز، عشان تحدد، او شايف تطلع موجة صوت كده ترجع لودنه تاني، موجة تانية، موجة تالتة، اللي هي الموجات اللي انت شايفها البيضة اللي طالعة منه دي، يقدر يشوف جدار الكهف كمان اللي حواليه. خلاص، يبقى to locate their prey as insects and other bodies والأجسام التانية in their surroundings، في البيئة أو المكان اللي حواليه. خلاص كده، in the dark using the echo، باستخدام الصدى. خلاص يا شباب، يبقى زي ما انت شايف كده الصدى برضو بيفيده جدا، زي الدولفين. يبقى ده المشترك بينه وبين الدولفين، ان ده بيستخدم الايكولوكيشن وده كمان. نيجي بقى للبومة. البومة برضو عندها حاسة خارقة الاولز، قال سوبر سنسور ادابتيشنز، قال لك اولز هاف بوث اكسترا اوردينري اي سايت اند هيرنج، عندها العين. شوف انت مثلا شايف الحقل اللي قدامك ده، الهيومن فيجن، بس بالنسبه للبومه انت ممكن تكون شايف الفار بمنتهى الوضوح زي ما انت شايف كده، سبحان الله، زي عين النسر بالظبط. خلاص، يبقى انت، هي قادره انها تميز الفار اللي واقف، لكن انت بعينك ما انتش شايف حاجه اساسا. يبقى عندها حاسه بصر خارقه، وايه كمان؟ وعندها حاسة سمع كمان خارقة، ودانها وجمجمتها بطريقة معينة هنشوفها دلوقتي، عاملة زي الرادار كده، أو الدش، طبق الدش كده، زي الطبق، تقدر تسمع. هنا برضو لو أنت شايف الأسفلت من بعيد كده، ممكن تكون هي شايفة التشققات بتاعة الأسفلت بمنتهى الوضوح، كأنك جايب عدسة ومقرب من الأسفلت لدرجة إنك شفت التشققات بتاعته. خلاص، برضو الحمام والنسور والكائنات اللي هي الطيور بالذات عندها الميزه دي بالبومه كمان، يبقى عينيها قويه جدا. خلاص، فبقول لك ان البومه عندها بصر حاد، وعندها حاسه سمع كمان ايه حاده، وغير كده كمان شكل وشها وشكل راسها بيجمع الصوت في ودانها زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى مجموعه تكليفات كده معانا بتديها المميزات دي، زي ما انت شايف وشها او جمجمتها كده تكونها غريب جدا. خلاص، حتى بشكل العين زي ما تكون لها طبقين كده، شكل العين كده، بحيث انها موجات الصوت تتجمع في فتحة الأذن، موجات الصوت تتجمع في فتحة الأذن، سبحان الله، يعني بتجمع الصوت وتركزه انها يجي في الودن. وسبحان الله ان ودانها مش الاتنين في نفس الجهة، لا، واحدة عاملة كده واحدة عاملة كده، كأنها بتسمع من مكانين في نفس الوقت، زي ما نشوف الجمجمة بتاعتها دلوقتي. يعني تكيف غريب سبحان الله، ان حتى الجمجمة وتكوين الجمجمة ان مخلي كل ودن متجهه في اتجاه مختلف عن التاني، واحده لفوق شويه واحده لتحت شويه. خلاص، زي الطبق الدش كده، زي ما يكون واحد ماسك الجهاز اللي بيتجسسوا بيه على المكالمات ده، وبيوجهه كده عشان يسمع ده بيقول ايه وده بيقول ايه. نفس الكلام بالظبط، نفس الفكره دي واخدينها منين؟ من الطيور والكائنات الحيه. خلاص يا شباب، تعال نشوف مثال. فبيقول لك اول تكيف اهو، ذا بول شيبد فيس، شكلها زي الطبق كده، في حتتين عند عينيها كده زي الطبق، هتشوفهم دلوقتي، دايرة هنا ودايرة هنا، الدايرة اللي حوالين عينيها نفسها. خلاص كده، وشكل وشها كمان، اند فيذرز، والريش كمان بتاع ان اولز هيد، في الراس بتاعتها، هيلب ذيم ديتكت، بيساعدهم انهم يحددوا ويكبروا ويوضحوا، امبليفاي اند دايركت ديستانت ساوند، الاصوات اللي جايه من بعيد دايركتلي انتو ذير ايرز، مباشره للودان بتاعتهم. يبقى شكل عينيها ووشها عامل زي الطبقين كده، يوجههم الايه؟ الاصوات، زي ودننا دي، ما هي ودننا دي عامله نفس الحركه كده، طبق يوجه الايه؟ الاصوات، ويجمعها ويدخلها جوه ودنك عشان تسمع الاصوات. ركز بقى، شايف الجمجمه بتاعتها دي وودنها، في فتحه اذن تحت شويه وفتحه اذن فوق شويه، ودي لها اتجاه ودي لها اتجاه تاني، زي ما انت شايف الجمجمه كده،
سيبك من فتحتين العين اللي قدام دول، انا بتكلم على الفتحتين اللي ورا اللي عليهم سهمين لونهم ابيض، فتحة ودن لتحت وفتحة ودن لفوق، شايف؟ دي بتسمع من اتجاه ودي من اتجاه تاني. يبقى خلي بالك ايه بقول لك، ان فعلا زي الاطباق، طبق طبق هنا وطبق هنا، طبق الدش كده زي طبق الدش، عشان تستقبل اصوات من زاويتين مختلفتين زي الطبقين اللي قدامك دول. شايف عينها في تجويف ازاي، وعينها التانية في تجويف تاني، هنا وهنا تجويف كده وتجويف كده، ده يسمع من ناحية ده يسمع من ناحية، شكل العين وشكل الريش يجمع الأصوات في فتحة الأذن دي ويجمع الأصوات في الفتحة التانية، سبحان الله. يبقى شكل عينيها ومنقارها عامل تجويف الناحية دي وتجويف الناحية إيه الناحية دي، أهو زي ما أنت شايف كده شكل الطبق. حتى أنا جايب لك صورة أطباق أهي، كأنها طبق كده يجمع الإيه، زي أسوان ودنك بس كأنه قدام وعينك موجودة وسطيه، سبحان الله ما تعرفش إزاي. ماشي يا شباب. وجايب لك برضو صورة إيه، طبق دش كده يعني كأنها موجات صوت، جايب المنظر ده كده. في فكرة الدش العادي إن الموجات دي بتتجمع في الأنتنة اللي موجودة فوق، لا إحنا بقى المرة دي في البومة الودن في نفس الحتة اللي في النص دي، فالطبق هيجمع الموجات ويجمعها في الودن. يبقى هي نفس الفكرة دي، شبهها كده، شبه الفكرة بتاعت طبق الدش بالظبط، بس بدل ما يعكس الموجات في الهيد، لا هو هيخلي الموجات تتجمع وتعدي في الودن. خلاص يا شباب، انت احفظ بس إنها شبه الطبق وخلاص. والفكرة دي الإنسان بيستخدمها دلوقتي علشان إشارات القمر الصناعي وغيره، إن هو يجمع الإشارات الضعيفة في مكان معين بقوة معينة، بحيث إن أنت إشارة التلفزيون حتى لو الدنيا بتشتي، حتى لو في أي حاجة تبص تلاقي لا الإشارة موجودة. أهو برضو الإنسان بيستخدم الحاجات اللي زي كده، اللي هي طريقة الطبق دي أو طريقة تجميع الصوت بالمنظر ده أو الإشارات يعني، أو الموجات الصوتية، موجات الأشعة زي ما أنت شايف. طيب الميزة التانية بيقول لك بقى، زي ما أنت شايف أهو الريش يزحلق موجات الصوت الحمراء دي يدخلها في الودن كأنها طبق كده، هي زي ما انت شايف كده. او بقول لك اه، ده توضيح اوضح او يعني ايه على البومه نفسها بقى، وهي واقفه قدامك وهي بتتحرك قدامك اهي، عينيها عامله زي التجويف كده، موجات الصوت تيجي من هنا تيجي من هنا، تبص لها دخلت في الودن دي او دخلت في الودن دي. خلاص يا شباب، برضو واضحه هي وسهله، مفيش اي حاجه، حتى لو جت من فوق اهي برضو هتدخل على الودن برضو. يبقى كأنها ماسكه ميكروفون، كأن واحد ماسك ميكروفون وبيسمع بيه، او حاجه كده بتساعده على السمع. ماشي. طيب وده طبعا بيكبر موجات الصوت وبيوجهها الاصوات دي دايركتس انتو ذير ايرز، الى ايه، الى الاذن بتاعتها. خلاص كده، يبقى ديتكت اند امبليفايز اند دايركت ديستانت ساوندز دايركتلي انتو ذير ايرز. ده بيخليها بقى لو انت في عندك حيوانات زي التلج، شويه تلج مثلا ومستخبين تحتيه وبيمشوا في التلج على القش اللي هم دافنينه، هي قادره تشوفهم برضه. فبيقول لك اهو، when animals make noise or hiding within grass or under snow، لو في حيوانات بقى بتعمل شويه دوشه بسيطه خالص، انت نفسك لو واقف على التلج جنبهم مش هتسمعهم، لا هي تقدر تسمعهم. ليه؟ عشان المميزات اللي انت شايفها دي من عن بعد كمان. عندك فار اهو مستخبي في شويه قش كده تحت التلج، وقادر ان هو يعيش في الجحر بتاعه، ومفكر ان هو كده في امان، ما يعرفش ان البومه قادره انها تسمع صوته، وتقرب كده ومن هي على الشجره فوق سمع صوته، وتقوم نازله مصطاداه كمان. خلاص كده، يبقى بيقول لك ذا سترونج هيرنج سنس، حاسه السمع القويه اللي عندها دي، خلاص بتمي اهو، ذا سترونج هيرنج سنس اوف ذا اول الاو ات تو ديتكت ذير ايه سلايت اند فار اواي موفمنت، يعني تقدر انها تحس بالتحركات البعيده والخفيفه. خلاص، زي بلغتنا المصريه يقول لك بيسمع دبه النمله، يعني هي دي بقى، هي دي البومه بتسمع دبه النمله فعلا من حاسه السمع بتاعتها. شوف برضو، شوف راسها عامله ازاي، كورتين كده او تجويفين كده، دي تسمع من ناحيه ودي تسمع من ناحيه، يبقى شكل راسها ده والطبقين المقلوبين اللي في عينيها دولت وشكل وشها الغريب ده اللي انت شايفه ده، هو كل دي تكيفات. خلاص كده، السترونج هيرنج سنس اوف اول الاو ات تو ديتكت، يبقى سلايت اند فار اواي موفمنت زي ما انت شايف كده، وشها عامل ازاي وشرحناها بالتفصيل. خلاص يا شباب، ايه كمان؟ عينيها بقى، شايف العين وحتى الجفن بتاعها الشفاف اللي بيقفل عليها ده، والعضلات القوية اللي تقدر تركز عدسة العين، يعني عايزك تشوف عدسة العين وهي بتتحرك دلوقتي، شايف؟ شايف؟ تضيق توسع، سبحان الله أهي، يبقى عين قوية جدا. خلاص؟ يبقى حاسة السمع، حاسة البصر. إيه كمان؟ تقدر تلف راسها زي الرادار كده 360 درجة، سبحان الله. بيقول لك أول كان روتيت زير هيد إن أول دايركشنز so that they can search for prey everywhere، يعني طول ما هي عماله تحرك راسها كده، الودن دي والودن دي عمالين يعملوا سكان في اتجاهين مختلفين، وتلف راسها كده 360 درجه، شايف؟ ركز كده، شوف لفه الراس عامله ازاي؟ تهيألي احنا ما نعرفش نلف راسنا كده، راسنا تتكسر،
يعني هي سبحان الله مرونة غريبة، راسها تقدر تلفها بشكل هيجيلك مقطع تاني فعلا هتحس انها تقدر تشوف قفاها، يعني حاجة غريبة. خلاص يا شباب، يبقى ممكن تلف راسها في كل الاتجاهات وترجع تعمل سكان مرة تانية، ترجع تلف الناحية التانية. خلاص شوف المقطع ده كده، ركز، شايف اللفة؟ يا لهوي، ايه ده؟ رجعت لما يعني لفة كاملة، بتلف راسها لفة كاملة، يعني كأن هنا مفيش حاجة. ايه ده؟ طب ازاي؟ ده اكتر من 360 درجة، يعني سبحان الله. يبقى خلي بالك دي الميزة اللي عندها التانية، can rotate their heads in all directions. ماشي يا شباب؟ طبعا معلش هو التصوير مش واضح شوية، يعني دي اوضح المقاطع اللي انا قدرت الاقيها على النت. يعني انت برضو لو دورت في جوجل وفي اليوتيوب هتلاقي، يعني ما تكتفيش باللي انا بديهولك ده، ما تدور انت هتلاقي برضو. ممكن يكون في محل تحتيك بمربي بو منزل صورها واعمل لها فيديو، ايه المشكله يعني؟ الهدف بقى من كل التكيفات الجميله دي، البربس او الهدف، قال لك اهو تو ديتكت ذا موفمنت اند ساوندز اوف تايني فار اواي بريز، الفرائس البعيده بقى تقعد تحرك راسها كده زي ما انت شايف، تطلع من الجحر بتاعها في الشجره وتشوف وتتتبع الاصوات وتروح تصطاد الحاجات الفئران والكائنات الصغيره زي ما نشوفها دلوقتي كده. يبقى خلي بالك الحركة اللي بتعملها دي مش حركة هزار كده عشان نقعد نضحك عليها، هي بتعمل بحث كده وسكان، هي تقريبا سمعت حاجة في الاتجاه ده وبتتأكد تاني قبل ما تسيب مكانها وتروح، يعني عشان اتأكد ان في فريسة في الاتجاه ده فانا هروح له بقى، وتبدأ تروح بقى وبمخالبها ومركزة عليها وتايه وتقوم مصطادها، ولا حد يقدر يهرب منها بقى ساعتها بالمخالب القوية اللي عندها دي. تكيفات تانية طبعا كتيرة مش دي بس، يعني جسمها كله متكيف للصيد. الفرائس بتاعتها بقى كتيرة جدا، الأفاعي والفئران والأرانب والأنواع الهامستر وبعض الحشرات، الجراد الضخم والضفادع والحاجات دي مش هتسيبهم. أي حاجة بتطلع بالليل بتقوم أي رايحة إيه؟ ماسكة. طيب وبعد ما بتاخدها بتقوم راجعة بسرعة وإيه؟ وتبدأ تاكلها وتبلعها، ما عندهاش سنان بقى، فهي بتقتلها الأول وبعد كده تقوم بلعها زي ما أنت شايف كده، تمسكها بالمخالب وتقطعها حتت لو كانت فريسه كبيره، او تقوم بلعها على طول لو فريسه صغيره زي الفار اللي انت شايفه ايه قدامك ده كده، بتبلعها اهو او بتبلع الفار. خلاص يا شباب. طيب مبدئيا بقى اشمعنى بالليل؟ ليه ما بتطلعش بالنهار؟ زي ما انت شايف ده مقطع لاحد انواع الفهود او حاجه، شاف الحفره بتاعتها وهي نايمه بالنهار، يعني برضو ما خلصتش منه، وراح يكسر الفتحه اللي هم عايشين فيها ويوسعها عشان يعرف يدخل راسه وياكلهم، فهم خدوا بالهم واحده هتلحق تهرب، تمام؟ اهو شايف عمال يوسع الفتحه ازاي بسنانه عشان يدخل لهم وياكلهم، تقريبا بومه بعيالها مستخبين جوه، حاول يمسك واحده فيهم هربت هناك اهي، لكن التانيه جت تهرب ام ايه؟ ام ماسكها للاسف، هي مسك واحده فيهم اهي من رقبتها، شايفين؟ اهو مسكها اهو بياكلها، يعني البومه لها اعداء برضه، لان بالنهار شافها، عشان كده بالنهار بيستخبوا يا ولاد، بالنهار بيستخبوا بيكسر رقبتها وبياكلها. لكن مش موضوعنا المهم، ان انا عايز اقول لك ان معظم النكتورنال انيمالز اللي هم الكائنات اللي بتنشط في الليل دول، اساس الموضوع ده انهم خايفين، يعني هم هو العرسه مثلا هي شكلها قوي، لكن بالنسبه لكائنات تانية ضعيفه جدا فبتستخبى احسن، يقول لك انا اطلع بالليل كل حاجه واقوم راجع تاني مستخبي برضه، والا هيتاكل، يبقى برضه عشان يهرب من البريدتورز المفترسين بتوعه زي ما شفنا كده. طيب اخر حاجه بيقول لك check your understanding give reason for ليه البات كان كاتش انسكتس ديورنج ذا نايت. المره دي قال لك البات، ممكن يقول لك السنيك، ممكن يقول لك الاولز، يبقى انت تقول الميزه اللي عنده بقى، يبقى بيكوز مثلا ات هاز ايه اشارب او سوبر سنسز اوف هيرنج اند ايه كان لوكيت اتس براي باي يوزنج ذا ايكو لوكيشن لايك دولفينز او ساوند ويفز او ايكو او ساوند ويفز بين قوسين الايكو فروم ذا ايه the moving objects of his surrounding environment او للبيئه المحيطه بيه. قولها بطريقتك بقى، المهم ان انت في الاجابه، اللي مش هيكتب لي كلمه ايكو لوكيشن هينقص، يبقى انت ما انتش فاهم الدرس. يبقى انت شوف الثلاث كائنات اللي احنا خدناهم النهارده وانت بتجاوب الاسئله، ده لازم اقول فيه كلمه ايكو لوكيشن، الثاني لازم اقول الافعى لازم اقول انها بتشوف الاشعه تحت الحمراء واللي بتحس بالحراره الهيت وموجودة على الوجه بتاعها ومش عارفة، البومة لازم أقول عندها حاسة سمع خارقة وحاسة بصر إيه خارقة وبتسمع الحاجات البعيدة وفي الضلمة وهكذا. خلاص يبقى أنت شوف كل واحد ميزته إيه وإيه الكلام اللي أنا لازم أحطه في الإجابة، لأنك لو ما قلتوش أو لخبطت بينهم هتلاقي نفسك بتنقص. خلاص يا شباب، أتمنى تكونوا استفدتم. كان معاك الأستاذ محمد سعيد رحمي، قناة ساينس كابيتال، سعدت وتشرفت بيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.